لم يكن الخراب والدمار فقط هو ما خلفته ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في مدينة تعز، بل لحقته فوضى عارمة وعبث كبير تفتحت على إثره شهية الكثيرين للقيام بعمليات سطو ونهب، طالت غالبية المنشآت والمرافق الخدمية والحيوية في المدينة. أفرزت الحرب التي شنتها الميليشيا الإنقلابية على مدينة تعز حدثين كلاهما مر، أولهما واقع ملموس خلاصته تركة هائلة من الدمار والخراب، طالت البنية التحتية واقتلعت جذورها من القواعد. ولتقريب وجهة النظر حول هذا الموضوع واستكمالاً لسلسلة ذلك العبث الممنهج لميليشيا الإنقلاب في تعز، هذه هي محطة كهرباء عصيفرة. لا زالت آثار القذائف والدمار شواهد حية على ذلك الجرم الميليشياوي المقترف، جرم أخرجها عن طور الخدمة وحرم أبناء المدينة من الانتفاع بخدماتها وعودتها للعمل مجدداً يحتاج إلى أضعاف قيمتها الحالية. المحطة الآن بحاجة إلى مولدات جديدة وبحاجة إلى شبكة جديدة، لأنه الآن الشبكة الأولى كلها انتهت والمحولات انتهت كلها، بحاجة إلى يعني محطة جديدة زي ما أنت شايف، كله حتى الزنقة بتاعت المحولات المساعدات ولا بقي حاجة سلام داخلته. تم إتلاف المحولات الرئيسية، تم إتلاف المحولات الداخلية، تم استهداف جميع المساعدات داخل المحطة، وتم استهداف الخطوط الرئيسية والخطوط العادية. الزيوت حق المحولات خارج المحول، يعني الثربات كلها برا، الراديترز حق المحولات برضو تهدمت، يعني المحطة تحتاج إلى إعادة تأهيل من جديد. ما فيش معنا محول الآن سليم، المولدات يشتم فاقدة، برضو في قذائف جالة فوقهم، تم استهداف كمية من الزيت، تم استهداف الزنك، يعني ضرب بشكل قانوني، يعني قبل أسبوع يعني تصور 5 قذائف قال دخلت المحطة. كان يضرب القذيفة ويترك القذيفة داخل فوق الخزان ولا فوق محول وانتهى المحول، يعني نتيجة الحرب والاشتباكات حصلت الدمار هذا كله. كانت تغذي 97% من الكهرباء من المحافظة، وأيضا تغذي جزء من محافظة إب القاعدة. تعز تغذي المسيمير، تغذي طور الباحة، تغذي انتهت بالكامل. لم يكن حجم الضرر ليقف عند هذا الحد، بل تعدى إلى ما هو أبعد من ذلك. سنوات مرت على تعطل هذه المحطة، إلا أن القصف لا يزال ينهال عليها بشكل يومي، والدخول إليها يعني الموت لا سواه. هذا الأمر جعلها عرضة للإهمال، لا سيما بعد أن تحولت المحطة إلى مستنقع لمياه الصرف الصحي، ضاعفت حجم الضرر بشكل أكبر. لا يمكن حدود ما يقارب سنة وكسور. المجاري يمشي ما بين المحطة القديم والمحطة الجديد، المجاري في منهل ضايع ما يتواصل مع المسؤولين، أجاوا عملوا منهل جديد والمنهل ما زال، وزي ما أنت شايف الآن قد راحت ظهرت علينا عدة مساعدات، نزلت للبدروم، اتلفت بعض الدينامات، اتلفت المحولات الرئيسية، يعني نعاني من جميع المشاكل من المجاري، ونتواصل بنرسل بالفيسبوك، نتواصل مع المدراء، نتواصل ما عارف شيء، حد يلفت نحن ولا حد شيء، ربما تكونوا انتم يعني
احسن من غيركم وتنبهوا المسؤولين بهذا. اذا كان في ناس عدلهم عندهم ضمير يقول يشوفوا يعملوا لنا حل، لان مش معقول المجاري تمشي داخل المحطه، مجاري الحاره كلها تمشي داخل المحطه، مش معقول اصلا. المفروض يصرفونها خارج المحطه، بعدين كل ما يقول راحوا لنا تعمل 5 أيام 6 أيام ورجعت. نناشد من نناشد؟ هذا مجرى رئيسي كبير، الحاره كلها تمشي داخل المحطه، يعني نزلت للبدروم. ايش الحل؟ المفروض الدوله تركز على الحاجات هذه، ننزل لجنه تشوف ايش الحلول. المفروض الان المحطه يتم مهندسين ايش الاشكال، ايش اللي محتاج، ايش يجهزوا كذا، ايش اللي نعمل. ما فيش محطه سياب، ما فيش احد يلفت عليها داخل المحطه. يعني انا الوحيد من 120 موظف كلهم قد قزعوا. الحدث الآخر الذي خلفته ميليشيا الانقلاب في مدينة تعز إلى جانب الحدث الأول المشار لهما سابقا تمثل بخلق فوضى عبثية أتت على كل مقدرات البنى التحتية لأغلب المنشآت والمرافق الحيوية، والتي نال النصيب الأكبر منها منظومة الطاقة الكهربائية، وبرزت للواجهة ما عرف مؤخرا بتجارة النحاس. أصبحت التجارة مربحة، لأنه الكيلو مع ارتفاع السعر العالمي للنحاس أصبح يأخذ كابل، يأخذ وصلة متر يروح يذوبها، وأخذ النحاس الكيلو يمكن يبيعه ب2000 ب3000. وهكذا حتى من القصص العجيبة أن يقولوا أصبحت اليمن أكبر مصدرة للنحاس والألمنيوم. من أين أتى النحاس والألمنيوم؟ كان يقولون أن هناك مناجم ولكنها تسرق من محطات التحويل ومن شبكات الاتصالات والكهرباء وغيرها، وأصبحت يعني تجمع وتكدس وتضغط وتصدر إلى خارج البلد النحاس والألمنيوم. أي قطعة نحاس تم قطعها وأخذها، سواء من داخل المحطات والخلايا والكابلات، يعني دمرت المحطة تماما لكي يتم بيعها بالنحاس بالكيلو، وأصبحت منتهية ولا تؤدي أي خدمة. أن هذه مشكلة دخلت بسبب عدم انعدام الأمن، أدى إلى يعني فتح الشهية عند سرق الكابلات، سرقوا الكابلات، سرقوا المحولات. محطة الضبوعة التحويلية محطة حديثة المنشأ، باهظة التكلفة، جليلة الخدمة، كان لها النصيب الأكبر من ذلك العبث المفرط، والتي تبدو اليوم كقطع جوفاء خالية من المحتوى. نهبوا يعني طبعا محطة الضبوعة كامل، وذلك بس يعني من شان إخراج المحولات عطلوا لنا محطة الضبوعة كامل. قدوا يفتحوا المحول الرئيسي أبو 20 ميجا فولت أمبير، فكل بشوية قد حقه، قطعوا الكيبلات نظام 11 كيلو فولت داخل المحول، محول التوزيع اللي جنب المحول الرئيسي اسمه محول توزيع الضبوعة قدرته 1000 كيلو فولت أمبير، هذا يغذي منطقة الضبوعة، تحليل الأسفل، تحليل الأعلى، عدة مناطق. برضو شلحوا، أخذوا الفيوزات، لوحات التوزيع، دمروا كل حاجة داخلها. بعد فترة طبعاً حضروا الأرضي حق المحول في إصبارة نحاس، أصدرت نحاس تحت الأرض يكون الأرضي المحول، برضو فتحوها وسرقوها. بعد فترة جلسنا نتابع على سن ندخل المحطة، فأخذنا المحطة وجدناها خرابا كامل، الخلايا نظام 11000 كيلو فولت كلها مسروقة، دمرت تدمير كامل ومنهاج، يعني حتى الفيشات اللي بالجدران سرقوها. كانت المحطة هذه تغذي أكثر من يعني مغذيين، كل مغذي يتكون من حوالي 30 محول 11400 فولت، 11 يغذي الحارات، معك محول المحول المنتزه، يغذي منطقة المسبح، محول المسبح، محول بام موسى، محول الأقينات، محول
المسيريات الى الباب الكبير، هذه كلها كان مغذيها المحطه، والمغذي الثاني مغذي اثنين الضبوعه يغذي الماليه البريد ثم دائره الامن والمربع الشرقي كله كامل يغذي من هذه المحطه. الان لا يمكن تغذيته نهائيا لان الخط 33 وقف هنا، هذا المحطه تخرج 33000 فولت الى 11000 فولت، من ثم يجيب 11000 فولت لا يمكن اللي يغذي المحولات المذكوره. محطه الضبوعة هي من ضمن محطات التحويل، ليست محطه توليد، هي محطه تحويل تحول الطاقه من 33 كيلو فولت الى 11 كيلو فولت، تخفض الجهد من جهد اعلى الى جهد متوسط، ثم عبر المحولات المنتشره في الشوارع والاسواق التي تغذي المنازل والمحلات. المحطه هذه جديده، محطه مئة النور، محطه هذه قديم، لكن هذه المحطه جديده، يعني افتتحها في 2011 اربع سنوات وهم ابنوها، يعني تكاليف اكثر من 8 مليون دولار. هاي بس المحطة هاي الوحيدة. كم محطات بعدين مثلها انتهت. محطة مدينة النور التحويلية كان الضرر فيها مزدوجا، وما سلم من قذائف الدمار طالته أيادي العبث والنهب، وربما أخرجتها عن طور الخدمة تماما. أكثر حاجة تعرضت لها هي التمديدات، أزيلت تماما يعني، والتمديدات التي هذه تتحكم بنصف مدينة تعز، تتحكم بنصف مدينة تعز إلى مشرعة وحدنان. الوائرات من التمديدات من هنا كلها ذهبت، يعني كلها قطعت. الكمبات اللي تحمل الوائرات يعني أزيلت. حطب ايام الناس قلبوا لنا الموافي، يعني ما فيش غاز، استخدموا الكمبات هذه حطب احطاب للتحطيب. مغذيات الطاقه المنتشره في الشوارع والاحياء لم تسلم هي الاخرى من السرقات والنهب دون وازع او ضمير من احد. 60 محول لوحات التوزيع حقها كلها سرقت، وكل بصبارات حقها باعوها نحاس. محولات التوزيع داخل المدينة وكل القلوب حقها، أخذوا القلوب حقها وباعوها نحاس ولا بقوا حاجة. يعني الآن علشان تعيد تأهيل المحطة وتأهيل الشبكة يشكي لك ملايين الدولارات. سرقت المحولات الرئيسية بداخل المدينة يعطل لك المحول كامل، يكون محول يمسمه يغطي ثلاث أربع حارات، يسرق منه القلب النحاس وعطل المحول كامل، ولا يسرق البزبارات حق المحول ويبيعه النحاس وعطل. يعني معظم المحولات الرئيسية داخل المدينة مسروقة، شبكة النحاس برضو مسروقة. اللهم أنه الآن تشوف بعض المحولات اللي هن على العمدان، اللي هن محولات ال 11، اما المحولات الكبيره اللي 33 هذه كلها منهوبه. شبكات اللي تغذي من محطه الحوقله الى المسرح اينها؟ شبكات 170 ملي، شبكات 33 كيلو فولت، 33 كيلو فولت تغذي محطه المسرح اينها؟ لا يمكن. شبكات مشرع وحدنان اينها؟ محطات تغذي من مدينة النور، محطة النور نفسها سرق نفسها، هذه المحطة 20 ميجا تغذي الحصب وبرباشا وتغذي المطار وتغذي عدة مناطق، برضه نهبت النحاس فيها، ما بقي إلا المحول فقط. بكل المناطق التي حصل فيها الصراع أصبحت الشبكات مدمرة، خطوط، محولات، لوحات توزيع، كابلات مسروقة، فيعني اصبحت يعني مدمره وغير صالحه للخدمه الا باعاده تاهيلها واعاده اصلاحها. ونحن في صدد اعداد خطه، واعددنا خطه لاعداد التكلفه التقديريه لاصلاح جميع الشبكات في محافظه تعز وجميع المديريات ان شاء الله. خلاصه عبثيه ارادتها ميليشيا الانقلاب في تعز، وبالفعل زرعت بذورها الشيطانية وأوعزت مهام رعايتها لأدوات ربتها على ثقافة الدمار والخراب
والسلب والنهب التي لا تمت لأبناء هذه المحافظة بصلة. وقت الحرب تنشأ يعني مجموعات تعمل خدمة لأطراف الصراع أو لأطراف الحرب، يعني مثل السرقة الممنهج هذا لا ظهر يتحمله المقاومة، لأنه يقول لك في نطاق المقاومة ما فيش أمن بسبب الحرب، بسبب يعني توقف إدارة الأمن وما يعني عدم دعم الجهات الأمنية بوقت الحرب، ويسبب طبعا إنشاء جماعة اسمه هذا الجماعات المسلحة والعصابات، وهي التي أدت وأثرت عن السرقة. الأزمات الحاصلة والتدمير الكهرباء وتدمير الخدمات كلها نتيجة من بدأ الحرب، من بدأ وأشعل شعلات الحرب وأنقلب على الدولة وأنقلب على البلاد وراد أن يأخذ البلاد بالقوة، هو مسبب في هذا. وإلا كان هناك توافق سياسي، وكان هناك وثيقة اتفاق ودستور والسعي لدستور وإخراج البلاد إلى بر الأمان، كان هناك توافق سياسي وثقة الحوار الوطني والناس كلهم متفقين. من الذي فجر الحرب وأشعل الصراع وأشعلها في كل مكان؟ هو يتحمل مسؤولية هذا الذي وصلنا إليه. ثلاثة أعوام والظلام الذي أرادته ميليشيا الانقلاب لا زال يجثم على صدر الحالمة، ظلام ربما جعلت منه مصدر دخل وكسب، تفننت في إدارة تجارته عبر البدائل التي لاقت رواجا في المدينة. هذه تجارة الألواح الشمسية كما سمعنا إنها كانت لأشخاص معينين من أصحابهم من ذويهم، وربما أن تكون هي السبب. يلجؤون إلى المتاجرة بالطاقة الشمسية والألواح والبطاريات، أو أكثر شيء هو عدم وجود وعي وعدم وجود وطنية عند جميع أطراف الصراع، وإلا هذه مصالح عامة وخدمات الأصل تحافظ عليها لأنها تؤدي خدمة للصغير والكبير ولجميع الأطراف، الأصل لا تمس وأن تبقى خدمات الكهرباء حتى وإن بقي الصراع. الأهم من ذلك، وبالرغم من طول الفترة الزمنية لتحرير أغلب المناطق في المدينة، إلا أنها لا زالت بعيدة كل البعد عن التوجهات الرسمية لإصلاح ما أفسدته تلك الميليشيا بمنظومة الطاقة الكهربائية وإعادة بصيص الأمل لسكانها وللتخفيف من وطأة وجور تبعاتها. الكهرباء لأنها أصبحت عصب الحياة، الآن أصبح الناس يعانون عند شرب الماء، لا يوجد الماء البارد، لا يقدر يشغل ثلاجة بالطاقة الشمسية، لا يقدر يطلع ماء، ولكن معاناة يقوم ينقل في الدبيب وإلى غير ذلك. أيضا في أيام البرد والشتاء لا يستطيع، يعني يجد صعوبة، أيضا لا يوجد سخان، لا يقدر يشغل سخان. فإذا عودة الكهرباء لمحافظة تعز أصبحت من الأشياء الضرورية لكي تستتب الأوضاع وتعود الأوضاع كما كانت. لابد من عودة الكهرباء وبذل كل السبل من قبل الجهات العليا بتوفير الكهرباء لمحافظة تعز. تحتاج الكهرباء للإعادة مجهود جبار من الحكومة، النظر إلحاق ما هو موجود، استطيعوا أنهم يلحقوا ما هو موجود، لأنه اللي موجود مش قليل، يعني يقدروا أنهم التجديد الكابلات اللي قد قطعت تعاد، التمديدات التي من المخا وهذا تعاد علشان تعود حياة الناس. أصلا الكهرباء هي حياة. الكهرباء تحتاج إلى دعم مالي لإصلاح الشبكات والخطوط والمحولات، وأيضا تحتاج إلى قدرات توليدية، وتحتاج إلى شد العزيمة وتحرير المناطق التي تمشي فيها خطوط الكهرباء ومسار خطوط الكهرباء من المخاء حتى البرح حتى المدينة لكي نتمكن من إصلاح وإعادة الكهرباء. ولا بد من عزيمة ونية صادقة وجدية في تحرير مدينة تعز لكي تأمن من الأوضاع التي هي فيها. الثلاثين الميجا الذي وقف فيها رئيس الجمهورية ما اشتغطيش ولو حتى ايش اقول لك 20% من لانه كان يحتاج تعز 120 ميجا، فايش بتسوي 20 ميجا؟ وال20 الميجا اذا جاءت طبعا تشتي اعادة تأهيل الشبكة، اما اذا كانت مولدات صغيرة من هذه اللي هي ميجا ممكن انك
تشبكها للهوائي طوالي، يعني الشبكة الهوائية، وممكن انك تشغل في بها حتى الشريحة التجارية. اما ان اشتغلتي مدينة تعز كلها ب 20 ميجا، لانه 10 ميجا خصصت للتربة، 20 ميجا ما بتشغلش المدينة حتى. المدنية هي كهرباء، إذا عدم وجود الكهرباء إيش معناها؟ معناها لا وجود مدنية، لا وجود تشغيل ورشات، لا تشغيل مصانع، لا تشغيل، كل شيء توقف تماماً. معناها تقول إيش طاقة شمسية؟ طاقة شمسية إيش؟ يعني بطاريات وعليك إنارة وتلفزيون، هذه الحضارة، هذه المدنية. الكهرباء هي أساس. صورة قاتمة شديدة السواد رسمتها ميليشيا الانقلاب في مدينة تعز بعد حرمان ساكنيها من أبسط مقومات الحياة، وما يعرض من آلام ومعاناة هو مجرد قطرات في بحر ما خلفته الميليشيا.